التقدم المحرز في مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب شكل محور مباحثات أجرتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة السيدة ليلى بن علي مع وزير الدولة بجمهورية نيجيريا الفيدرالية المكلف بالموارد البترولية إكبريكبي إكبو. الأنبوب النيجيري المغربي غادي نتكلموا عليه بطريقة طبعا جد مهمة، غادي ياخذ واحد الأهمية في الاشتغال ديالنا في هاد اليومين، وغادي نتكلموا أيضا على مجموعة من الورشات والمشاريع اللي كتهم المجالات ديال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اللي هي مجالات اللي هي جد مهمة للعلاقات الثنائية ما بين البلدين المملكة المغربية ونيجيريا. مشروع أنبوب الغاز الذي سيربط المغرب ونيجيريا يشكل واحدا من بين أهم المشاريع الاستراتيجية في القارة الإفريقية، حيث سيساهم في تحقيق مكاسب اقتصادية مهمة وتسهيل الاندماج القاري. أنبوب الغاز يصل طوله إلى أكثر من 5600 كيلومتر، وسيمر عبر 13 دولة إفريقية قبل أن يصل إلى إسبانيا ومنها إلى أسواق أوروبية أخرى. زيارتي إلى المملكة تشكل مناسبة لمناقشة مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي انطلق الحديث عنه سنة 2016 بمناسبة زيارة جلالة الملك إلى نيجيريا، وكذا للوقوف على التقدم المحرز في هذا المشروع. زيارة العمل التي يقوم بها الوزير النيجيري المكلف بالموارد البترولية على رأس وفد هام إلى المملكة تشكل مناسبة لتدارس العديد من المشاريع وتعزيز العلاقات الثنائية التي عرفت دينامية إيجابية في جميع المجالات.